الدوري كلهم افارقه، من خمسه موجودين في الدوري المصري من افريقيا، وليد ازارو وكالدروني اسماعيلي وجون انطوي مصر المقصه. طب احنا معانا واحد من الهدافين يا كابتن على التليفون، دايما بنشكر فيه، وهو اللاعب شكري نجيب لاعب نادي الاسماعيلي. مساء الخير يا كابتن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي وتحيات كابتن ماهر امام كابتن شريف عبد الفضيل. كابتن ماهر ازي حضرتك حبيبي شكري. يا كابتن شريف ازيك يا شكري عامل ايه؟ يا كابتن وحشنا الله. وحشني يا حبيبي، اخبارك ايه؟ طمنا عليك حبيبي يا كابتن. الحمد لله تمام الحمد لله ما شاء الله. شكري الفترة اللي فاتت شغال شغل جامد في الجيم. رائع. لا ومعاك شغل جامد في الجيم على طول معايا. حبيبي يا كابتن مش عارف اخش الجيم من بعد ما مشيت والله. مش عارف تقعد في الجيم. كابتن شكري صراحة أداء مميز بالنسبة لك، عودة مرة أخرى للأجواء الأساسية في نادي الإسماعيلي، وكان برضو انتقال من نادي المقاولين نادي الاسماعيلي، مزامله الان مع واحد من هدافي الدوري، وصراحه عملته هدف جميل مع دييجو كالديرول امام فريق بتروجيت. طبعا اي حد والله مستفيد منه كتير جدا والله. لما لعبت بلعب تحتيه مستفيد منه كتير قوي. هو ما شاء الله زي ما مستر سولو قوي جدا، عبد قوي من اقل فرصه بيقدر يخلص الماتش، فمريحني جدا 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 يعني. ف بس انا بشكر طبعا الناس المقاولين كابتن عوده وكل الجهاز والباشمهندس عادل، الناس كلها كانت ناس محترمه معايا وكده. الحمد لله الفتره يعني ادينا فتره الحمد لله كويسه، واتمنى يا رب يعني الفتره بتاعت النادي دي ان شاء الله تبقى فتره كويسه جدا يا رب ان شاء الله، ونخلص كده الدور الثاني ده ان شاء الله في المركز الثاني، وان شاء الله السنه الجايه تبقى حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله للفرقه كلها يعني. شكري بداية دخولكم في اللقاء، هل كان التركيز مع مستر بيدرو على الفوز والحصول على المركز الثاني؟ هو كل الماتشات احنا حتى الباشمهندس ابراهيم جه قعد معانا، الماتشات الجايه كلها مكافئات هتبقى بزياده وضعف ونكون قويه ولازم نخلص. احنا كنا ماشيين في المركز الاول ودلوقتي نزلنا المركز الثاني، لازم نستمر على الموضوع ده طبعا، استدعامات السنه الجايه ان شاء الله وكده. تفصيل لكده، فعايزين نخلص ان شاء الله السنه دي في المركز الثاني باذن الله، ونبص للي جاي بقى ان شاء الله يعني. طيب لقاء نادي الزمالك المباراه المقبله استعداداتكم ازاي؟ والله انا زي ما بقول بشوف اللي جايه كده، احنا واخدينها كده طبعا. ماتش الزمالك زي فرقه الاهلي طبعا، فرقتين كبار يعني، اعتبر اكبر ناديين في مصر عن نادي الاسماعيلي، فمباراه طبعا تبقى مميزه جدا، الاسماعيلي والزمالك من زمان، فالتركيز طبعا فيها قوي جدا ان شاء الله نقدر نعمل شويه نتيجه ايجابيه باذن الله، والماتشات اللي بعدها بس ثلاث نقط، واللي بعده باذن الله برضه تكمل كل ان شاء الله باذن الله ثلاث نقط ان شاء الله يعني. طيب كابتن شكري انت لعيب منتخبات، كنت في المنتخب الاولمبي من قبل، كان اعتقد كابتن حسام البدري هو المتولي القياده الفنيه للمنتخب الاولمبي في هذا الوقت، رايك ايه عن كابتن حسام البدري؟ لا انا يعني مستوى الشخص انا بحب كابتن حسام جدا، انا قعدت معاه فتره كثيره يعني، كنت 3 سنين في المنتخب من زمان، هو كان زي ما تقول بيتقبل ليا يعني، حتى هو كان بيسافر السعوديه كنت بكلمه، كنت بكلمه على طول، فانا بحبه جدا على المستوى الشخصي. الكوره طبعا انا مش هتكلم عليه، فانت عارف الناس كلها حسام ايه، فبس حتى المشكله اللي حصلت في المنتخب في اخر تجمع خالص قبل البطوله ما كنتش موجود، بس انا بعيد عن اي حاجه انا بحب كابتن حسام جدا. هو ما بيهزرش وكده، بس اللي يعرفه كويس ده هو دمه خفيف جدا وبتاع، فانا بحبه قوي يعني، فبس يعني. شكري عامل ايه يا حبيبي، اخبارك ايه؟ حبيبي يا كابتن الحمد لله. ربنا يخليك. انا طبعا بهنيك على المستوى الرائع الفتره اللي فاتت دي حتى وانت متواجد في نادي المقاولين. شكرا. جبت لك اعاره من النادي الاسماعيلي عشان هو عايز يطلع اعاره، دي تفرق كتير، لان هو كان طلب، لان شكري كان النادي الاسماعيلي كان فيه امور اداريه لحد ما مش متظبطه، فالراجل حب ان هو بيحب يشتغل في مناخ كويس ومناخ هادي، لان انا شكري من اللعيبه يا كابتن حريفه قوي وليه شخصيه في الملعب. لسه بقول لك يا كابتن ماهر قبل اللقاء، شكري نجيب من اللعيبه اللي ذو شخصيه، عنده امكانيات رهيبه بس مش قادر يخرج ده. شكري نفسه يروح المكان اللي هو يقدر يخرج ده، لان هو عنده القدره يعني، يمكن الجول اللي احنا شفناه الهانتوهات الصغيره في المساحات الصغيره دي ما يعملهاش غير لعيب عنده خبرات، عنده لعيب شخصيه قويه، قدر ان هو يستخدم المهاره الفنيه بتاعته في اضيق المساحات،
وده اللي النادي الاسماعيلي بيدور عليه بقاله سنين. احنا مفتقدين كره الاسماعيلي، فموجود عندي شخصيه زي شكري نجيب متواجده في النادي الاسماعيلي، واحد زي ده لازم يبقى اديله الاريحيه عشان يقدر يبدع في الملعب، يديني كل الامكانيات المتاحه. يبقى انا كاداره لازم اريح لعيب زي ده، اللعيبه اللي عندها الامور الفنيه العاليه. فشكري انا اتمنى ان شاء الله ان انت تستمر على المستوى الرائع دوت وتبدع اكتر واكتر، ومالكش دعوه بالقيله والقال، وانت فاهم انا اقصد ايه. وان شاء الله مزيد من التالق وشكري باذن الله. يضحك يضحك، انا عارف انت بتضحك ليه طبعا. انا عارف. لا شكري نجيب من اللعيبه الجمال، وحتى كما حينما كان مع اسوان كان له بصمه، واللعيب انت تقدر تقيمه لما تشوف بصماته، سواء مع الاسماعيلي مع المقاولين مع فريق اسوان كان له بصمه مهمه جدا. شكري نجيب طبعا نجم النادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كابتن ماهر هنذهب سريعا لقاء الاسيوطي وطنطا. الاسيوطي بصراحه هذا الموسم بيقدم موسم استثنائي، تشيلونجو يصنع الفارق مع كابتن علي ماهر ونجومه عمر بسام، حتى